الشوط الأول أتى هذا الهدف عن طريق محمد ألفتيل، هدف كان مبكر وهو الأبكر في هذا الموسم في هذين اليومين في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا. لابد أنك تسجلها، أنت سجلت هدف خلال دقيقتين عن طريق هالكرنة هذه عن طريق محمد ألفتيل، وبعد ذلك جتك ما يقارب فرصتين إلى ثلاث فرص. نعم. كان مفترض على الأهلي أنه يلعب نفس رتمه اللي بدأ فيه، هو في الأخير اختلف رتمه نوعا ما وقل، وكان هناك في بعض يعني حتى التغييرات في الأماكن، إسلام كان على اليمين راح على كان على الشمال راح على اليمين، وجاء حسين قهوي لعب كفتفات كلاعب حر خلف عمر السومة أيضا كذلك. باخشوين يمرر، لم تصل الكرة وبالتالي تقطع وتعود مرة أخرى، بينية خطيرة وهدف تعادل. يعود نساف كارتشي يسجل التعادل، عبد اليكوف هدف تعادل لمصلعة نساف كارتشي. انسل من بين المدافعين والتمريرة كانت ممتازة، سجل الفريق الأوزبكي التعادل، هدف تعادل. فريق الأوزبكي يقدم شوط جيد، ونحن الآن في الدقيقة 29. لاحظ التمريرة البينية بين ألفتيل وبين كامل، الكرة مرت عند عبد اليكوف، سجل هدف التعادل في مرمى عبد الله المعيوف. أصبحت النتيجة 1-1. يقبل الأهلي هدف، الدفاع يلعب بالكامل، غير السيد كروس، يريد أن يريح اللاعبين بكل تأكيد طبعا ضغط المباريات الدوري. أمير كوردي إلى إسلام إلى فيتفا أهلاوية، يتقدم الأهلي، ممتاز من جانبي القهوي، حسين عرضية وفرصة بالرغم، السومة يسجل هدف ثاني، لكن هدف جميل جدا. الله عليك يا عمر، تمام التمام. فالكرة رأسية على يميني سويونوف لين يسجل السومة، لا يمكن أن يغيب. نعم، هذا الهدف معنويا سيعيد السومة، هذا الهدف معنويا سيعيد عمر. هدف جميل جدا، وبمهارة عالية حط الكرة بثقة وروعة على يمين حارس المرمى لأن يعود الأهلي ويتقدم بنفس سيناريو شوط المباراة الأول. مع البداية يسجل هدفا ثانيا في شوط المباراة الثاني.